السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة ثالثة لمادة البيولوجي السيل سايكل اللي هي تشمل الميتوسيس والميوسيس. بالبداية نريد نسأل سؤال، نقول why do cells divide؟ ليش الخلايا تنقسم؟ There are many reasons for this. Number one, there are many small cells, more surface area rather than one large cell. The waste can be disposed of more readily. إذا السبب الأول إنه إذا كانت عندي عدد من الخلايا الصغيرة راح تعطيني مساحة سطحية أكثر، وتعرفون إنه الخلية حتى تخرج الوست مالتها لخارج الخلية ويصير رياكشن ويا المحيط الخارجي مالتها، تستلم إشارات، تودي إشارات، تطرح الوست، تاخذ المواد الغذائية. فكل ما زادت المساحة السطحية كل ما كان أفضل للخلية، والمساحة السطحية تزداد بعدد الخلايا الصغيرة أكثر مما لو كانت خلية كبيرة واحدة. تكون المساحة مالتها إذا كانت خلية واحدة تكون أقل مما لو كانت عدد من الخلايا صغيرة، راح تعطيني مساحة سطحية أكثر. إن الأسباب الأخرى إنه حتى تكون ديمومة للكائن الحي، إنه تحتاج الخلية لجروث والريبير والريبودكشن، إذا تحتاج النمو أيضا سبب تدعي الخلية للانقسام وأيضا الإصلاح والتكاثر. Types of reproduction. There are two types of reproduction. اللي هو asexual and sexual. Asexual مثل ما تعرفون لا جنسي، والsexual هو الجنسي. Asexual راح ينطيني عدة أنواع من طرق انقسام الخلايا، هو binary fission، vegetative reproduction، والbudding and mitosis. إذن binary fission الانشطار الثنائي البسيط، وال vegetative التكاثر الخضري، والبادنج التبرعم، والميتوسيس الانقسام الخيطي الاعتيادي. أما السكشوالي الريبوديوز سكشوالي هي تشمل طريقة الميوسيس انقسام الاختزالي. خلينا نشوف الباينري فيجن. هذه تحدث occurs in prokaryotic cells في الخلايا البدائية اللي هي تشمل شنو such as bacteria and cyanobacteria. يكون عملية الانقسام مال عملية التكاثر مالتها بالبداية، أول شيء الدي إن إيه راح يصير بي ريبليكيشن يضعف بحيث ينطيني نسخة بالضبط تشبه النسخة الأصلية، فتعطيني تو كوبيز أوف دي إن إيه مولكيولز. من ثم السيل began to form a cell wall between the two pieces of the DNA. راح تبني جدار خلوي ما بين القطعتي الدي ان اي بحيث تقسم الخليه الى خليتين بنويتين مشابهه للخليه الاصليه. خلي نشوف هذه الصوره راح توضح لنا اكثر. انه بالبدايه قلنا replicates of the DNA، زين راح يعطيني نسختين متطابقتين، وبعدين السيتوبلازم راح يزداد بالحجم، او من ثم راح يبدي ينمو الجرو اوف ذا سيل وول زين between two pieces of the cell. وبعدين راح يصير cut هنا، راح تتخسر وينقطع هنا، تعطيني شنو two cells، راح تكون هذه daughter cells راح تكون identical for the parent cells. هذه binary fission in bacteria. vegetative reproduction هذا موجود in plants، اللي هو راح يصير broken off a piece of the plant and rooted، يعني أكسر قطعة من البلانت وأجذره بالتربة، راح ينطيني a new plant ما موجود بالهيومن. البادينج التبرعم هذا موجود وين؟ موجود باليست، إنه يكون هذا similar to binary fission except this is unequal division of the cytoplasm، لكن الانقسام السيتوبلازم راح يكون غير متكافئ أو غير متساوي كما هو موجود بالباينري فيجن. تشوفوني هنا بعد انقسام النواة راح تنقسم السيتوبلازم، فراح تعطيني خلية صغيرة وخلية كبيرة، فهنا هاي الخلية الصغيرة متبرعمة من الخلية الكبيرة وبعدين تزداد حجمها، فإذا انقسام السيتوبلازم غير متكافئ. تشوفون هذا برعم هنا صغير، هذا برعم صغير، هذا برعم هنا، هاي هنا متبرعمة، فإذا هذا هو البادينج اللي أحد طرق التكاثر
اللاجنسي اللي موجود وين بالخمار. نجي على الميتوسيس، الانقسام الخيطي، هو موجود في أغلب الكائنات الحية. خلينا نشوف شنو هو. The cell cycle is all the process of cell division which include a cell growth and duplicate their chromosomes. إذا دورة الخلية أو انقسام الخلية هي كل العمليات اللي تتضمن انقسام الخلية، أو من ضمنها النمو وتضاعف كروموسوماتها. Typically, dividing mammalian cell completes its cell cycle in about 24 hours, but some cells, like certain cells in the human liver, have cell cycles lasting more than a year. إذن الخلايا اللبائن إنه الدورة الخلية مالتها 24 ساعة، لكن بعض الخلايا تكون دورة الخلية مالتها متغايرة، تكون أكثر من هذا الشيء، إنه تستمر لأكثر من سنة. بالنسبة للميتوسيس يحتوي على طورين. الطور الأول هو أسميه بالإنترفيس، الطور التمهيدي، والطور الثاني أسميه بالسيل ديفيجن. الانترفيس إنه تقريبا هو راح يحدث به الجروث أند بريبريشن، يعني راح تنمو الخلية، تضاعف بعض الجزيئات والمكونات العضيات مالتها، بحيث إنه تحضر نفسها لعملية الانقسام. أما السيل ديفيجن هو الميتوسيس والسيتوكينيسيس، نسميه بالانفيس، يحدث به انقسام النواة، ومن ثم انقسام السيتوبلازم، بحيث الحصيلة النهائية راح تعطيني خليتين جديدتين. الانترفيس راح يستغرق 90% من عملية انقسام الخلية أو من السيل سايكل، في حين السيل ديفيجن راح ياخذ وقت فقط 10% من عملية الانقسام. يعني إذا عدي 24 ساعة، 23 ساعة للانترفيس وساعة واحدة للانفيس للميتوسيس. هذه لو أمثل هذا المخطط سي سايكل، أمثل بهذا المخطط، فدا أشوف الانترفيس راح يستغرق تقريبا 90% من هذه، خل أتخيلها ساعة، زين، فراح ياخذ هذا الوقت كله هو انترفيس، وهذه المنطقة هذه هو الانفيس، الانفيس اللي هو الميتوسيس اند السيتوكينيسيس. فاذا الانترفيس راح يشمل ثلاث اطوار، هو الجي 1 والاس والجي 2، زين، تخضع على فاكتورات وبروتينات تدخل في هذه العملية، تحفز على عملية الانقسام. عملية معقدة جدا. خلينا نشوف الأطوار ذني الثلاثة اللي هي ضمن الانترفيس. الطور البيني اللي هي G1 in this period where the cell grow and develop، إذن هنا نمو وتطور الخلية في هذا الطور. S phase هذا من اسمه معناها DNA synthesis، تصنيع DNA أو تضاعف DNA. إذن during it each chromosome replicate to produce two sister chromatids، إذن كل كروموسوم يتضاعف حتى ينطيني كروماتيدين شقيقين، which remain attached to each other at centromere، ويكون مرتبطان مع بعضهما في منطقة السنترومير. والسنترومير هو is a point construction on a chromosome containing a specific DNA sequence to which is bound a disk of a protein called kinetochore. This disk function as an attachment site for fibers that assist in cell division. إذا السنترومير هو المنطقة التخصر اللي موجود بالكروموسوم، واللي هو عبارة عن تسلسل معين خاص من جزيئة DNA موجودة في هذه المنطقة، وترتبط بها بروتين خاص يدعى بالكاينيتوكور، يعني فت قرص بروتيني يدعى بالكاينيتوكور. هذا الكاينيتوكور وظيفته انه يرتبط، او موقع ارتباط شنو، السبندل فايبر، الياف المغزل، ارتباطه بهذا الديسك، حتى بالاخير انه ينسحب الكروماتيد الى احد اقطاب الخلية، والكروماتيد الاخر ينسحب الى القطب الاخر. الجي 2، طور الجي 2، they began the long process of condensation of DNA strand. إذن هو بداية لعملية تعبئة خيط DNA أو تكثف تكثيف خيط DNA، راح يصير بكويلينج،
يعني كولينج يعني يلتف على نفس الخيط بحيث يتحول من الشكل الخيطي إلى الشكل العصوي. Also during G2 phase, cell began to assemble the machinery they will later use to move chromosome to opposite poles of the cell. إذن هو تجميع الماشينري المسؤولة عن عملية حركة الكروموسومات، يعني الجهاز اللي موجود بالخلية اللي هو يقوم بسحب الكروموسومات إلى الأقطاب المتعاكسة. هنا أنا هذه الصورة توضح الانترفيس، طور الخلية في انترفيس. تشوفون الـ DNA هو عبارة عن خويطات بس باقية تتكثف، تتصير مثل يعني شلون تتحول إلى visible من هنا، والخلية تشوفها هي ساكنة لكن هي في أوج نشاطها، تتحضر نفسها لعملية الانقسام. هذه الصورة راح توضح لي condensation of DNA strand، يعني خلينا نقول تكثيف أو تعبئة خيط DNA. هذا DNA هو بالحقيقة راح يكون في الحالة الاعتيادية بهذا الشكل، عبارة عن خيط. عند شروع الخلية بعملية الانقسام راح يتحول إلى شكل الكروموسوم، فإذا يتحول بهذا الشكل راح يصير كويل يلتف يلتف على روحه يلتف بحيث يعطيني هذا الشكل العصوي اللي يسميه أني بالكروموسوم. زين، فيتحول من invisible إلى visible، خلينا نقول شيء إلى شكل المرئي اللي أشوفه أثناء عملية الانقسام تحت المجهر. شنو المجهر؟ الضوئي. إذن DNA molecules in extended and condensed from chromatin cell can only replicate and transcript DNA when in extended state. إذن ال DNA في حالة ال extended يعني بهذا الشكل الخيطي الممتد أنه يستطيع أن يتضاعف ويستطيع أن يستنسخ إلى بروتينات اللي يحتاجها. زين، وعندما الخلية تحضر نفسها للانقسام راح يكوندنس تو فورم كروموسوم، يعني يتكثف يتحول إلى شكل الكروموسوم حتى يحضر نفسه للانقسام. Each chromosome is a single molecule of DNA. كل كروموسوم هو عبارة عن جزيئة واحدة من الـ DNA. Either to sort and organize the replicate DNA into daughter cells. هذا الستركتر مال الكروموسوم اللي هو اندر لايت اندر الكترون مايكروسكوب. هذا الشكل الحقيقي للكروموسوم، هذا ليس تخطيطي وانما هو شكل حقيقي تحت السكاننج الكترون مايكروسكوب. ده تشوفون يتكون هذا السنترومير وهاي تو سيستر كروماتيد، هذا كروماتيد وهذا كروماتيد، فسميه بالكروماتيدات الشقيقه، وهو هذا الستركتر اسميه بالكروموسوم. بعد عملية الانترفيس خلصناها، راح تدخل الخلية في طور الميتوسيس اللي هو الانفيس ميتوسيس. الميتوسيس يحتوي على أربع أطوار، اللي هو الطور الأول هو البروفيس، الطور التمهيدي اللي هو أول طور من عملية الانقسام. هنا أنا بهاي الحالة إنه two sister chromatid condensed to visible form راح تتكثف تتحول إلى الشكل المرئي بالخلية. النيوكليار انفلوب also breaks up exposing the chromosomes، راح تتكسر وتخلي الكروموسومات تتحرر. السنتريوز reach the opposite pole of the cell، راح تذهب الى الاقطاب المتعاكسة في الخلية، الجسيمات المركزية. الميكروتوبولار سبندل فايبرز الياف المغزل النبيبية الدقيقة، then extend completely across the cell from one pole to other. إذا الميكروتوبيولز النبيبات الدقيقة اللي هي أسميها بألياف المغزل راح تمتد، يعني تمتد من أحد أقطاب الخلية إلى القطب الآخر وبالعكس. يعني إحنا قلنا سنتريولز راح يهاجرون إلى أقطاب الخلية، ومن السنتريولز هو راح يبدي بناء السبندل فايبر، تبدي تنبني وتطول تطول إلى أن تروح إلى القطب الآخر. الميكروتوبيولز extending from two pools attach to opposite sides of centromere. They attach one sister chromatid to one pole and the other sister chromatid to other pole. إذن الميكروتوبيولز أو السبندل فايبر، هاي نبيبات الدقيقة أو ألياف المغزل أسميها، تمتد من أحد القطبين وترتبط ب
الجهتين المتعاكستين للسنترومير، يعني احنا قلنا السنترومير للكروموسوم بيمنا هاي الجهة الديسك سميتها بالكاينيتوكور، والجهة الأخرى المقابلة له أيضا يحتوي على الكاينيتوكور. فراح راح يرتبط أحد الميكروتيوبيولز من الجهة، والجهة الأخرى أيضا يرتبط به المايكروتيوبيولز، حتى من ينسحب الكروموسوم كل كروموسوم يروح إلى الجهة المعاكسة للأخرى. هنا أنا هذه الصورة توضح هذا الشيء، إنه هذه السنتريولز، هذه الجسيمات المركزية تشوفون هي طبعا متضاعفة مسبقا، فكل وحدة راحت إلى القطب الآخر للخلية. وهنا نيد تشوفون المايكروتيوبولز هذه، او سميناها بالسبندل فايبر شلون تحب تسميها، تشوف هاي ارتبطت من هذه الجهه للكاينيتوكور، وهذه هاي الجهه ارتبطت بالكاينيتوكور للجهه الثانيه الاخرى، حتى من يصير سحب هاي راح يروح لهنا وهذا يروح بهذا الاتجاه. هذا الشكل، الشكل تحت اللايت مايكروسكوب الشكل الحقيقي، وهذا الشكل التخطيطي لشنو للبروفيس. الميتافيز هنا بهذا الطور انه فقط الكروموسومز اللي in the center of the cell، راح تصطف الكروموسومات في مستوى او مركز الخلية. تشوفون اصطفاف الكروموسومات ومرتبطة بها السبندل فايبر او المايكروتوبيولز من منطقة السنترومير من الجهتين المتقابلتين، هذه الشكل الحقيقي لها. نجي على الطور الثالث هو الانافيز، الطور الانفصالي. طبعا الطور الثاني هو الميتافيس، هو الطور الاستوائي، وهنا هذا راح يكون اسمه الطور الانفصالي انافيس. each centromere splits into freeing the two sister chromatids from each other. the sister chromatids are pulled rapidly toward the poles to which their kinetochores are attached. اذا كل سنترومير راح ينفصل إلى اثنين، بحيث تتحرر الكروماتيدات الشقيقة واحدة من الأخرى وتنسحب بسرعة باتجاه الأقطاب مالتها، كل واحدة تروح إلى القطب مالتها، وبهذه الحالة راح انفصلت الكروماتيدات وتحولت هنا مجموعة كروموسومية، انسحبت الكروموسومات لهنا وهنا مجموعة كروموسومية كاملة، بحيث هنا هسه راح أسمي هذا الكروماتيد راح أسمي كروموسوم، لأن يحتوي على شنو سنترومير خاص بي. هذا الشكل التخطيطي، وهذا الشكل شنو الشكل الحقيقي أندر شنو لايت مايكروسكوب. هذه اللون أزرق هو الكروموسومات، وهذه اللون وردي هو الميكروتيوبولز أو سميناها بألياف المغزل السبندل فايبر. زين، هذه الخويطات اللونها وردي، خويطات دقيقة. عندنا الطور الأخير هو التيلوفيس، الطور النهائي. إيش راح يحدث به؟ إنه السبندل أبيرتاس ديس أسمبل، هذه جهاز الألياف المغزل راح يبدي يتفكك أو يتحلل. زين، بحيث يتم عن طريق تكسير الميكروتيوبولز، يعني هذه النبيبات الدقيقة تبدي تتكسر إلى وحداتها الأولية. النيوكليار انفلوب فورمز أراوند إيتش سيت أوف سيستر كروماتيدز، الغلاف النووي يبدي يبني نفسه حول الكروماتيدات، واللي هي راح نسميها قلنا بالكروموسوم لأنه تحتوي على سنترومير خاص بها. الكروموسوم soon began to uncoil، راح الكروموسومات راح تبدي تنفك، يعني هي بشكل العصوي راح تتحول إلى الخويطات أو بشكل ممتد extended form، بشكل الممتد that permits gene expression، حتى تسمح للتعبير الجيني، يعني تبدي تشتغل يصير بيها transcription. الخطوة الأخرى في طور الميتوسيس هو السيتوكينيسيس، انقسام السيتوبلازم. السيتوكينيسيس is achieved by means of construction pelt of actin filaments. إذا هي عملية تقوم ببناء أو تكوين حزمة من خويطات الأكتين. As these filaments slide past one another، هذه الخويطات واحدة تنزلق على الأخرى. The diameter of the pelt decreases، وهذه الحزمة راح يقل المحيط مالتها، يعني هاي حزمة على شكل دائرة حول الخلية، راح من يصير يعني من وحدة تنزلق فوق
فوق الأخرى بحيث تقل القطر مالتها، القطر مالت الحزمة يقل على مود يصير pinching of the cell يعني تخصر بالخلية creating راح تخلق لي cleavage furrow أخدود الانشطار around the cell circumference as construction proceed the furrow deepens until it eventually slice all the way into the center of the cell at this point the cell is divided into إذن بهاي الحالة تبقى هذه تتخصر يعني الأخدود هذا راح يعمق بالتخصر مالته إلى أن يقطع الخلية في مر يعني الخلية المنقسمة في المركز بحيث راح بالتالي راح يصير عندي الخلية الوحدة راح تنقسم إلى خليتين بالضبط هذه العملية هذه مفهومها هذه البيلت أوف أكتين فيلمنتس هذه الحزمة من الأكتين فيلمنتس راح يصير one filaments splits one to each other يعني واحدة تنزلق على الثانية بحيث يقل الدايميتر مالتها القطر يقل بحيث تشوفون هنا نقل القطر مالتها إلى أن صار شنو قطع ما بين الاثنين بحيث انفصلت هاي الخلية عن هاي الخلية هذا الكليفيج فرو هذا أخدود الانشطار هنا هذه المنطقة منطقة استواء الخلية هذا السنتر مالت الخلية من هنا راح يبدي هذه الأكتين فيلمنتس تبدي تخصر الما شنو تقطع الخلية الواحدة تصير خليتين بنويتين تكون يكونان identical for the parent cell تكون مطابقة إلى الخلية الأبوية هاي عملية الانقسام كل الأطوار مالتها إنه هذا الانترفيس وبعدين راح ندخل في طور الانفيس اللي هو البروفيس والميتافيس والانفيس واخيرا التيلوفيس اللي راح احصل على خليتين مشابهتين الى الخلية الام هذه under light microscope this stage of mitosis اللي هي هذه الانفيس هذه انفيس هذه ميتافيس هذه تيلوفيس وهذه البروفيس هذه أيضا البروفيس وإلى آخره من كثير من الأطوار هذه طبعا بالخلايا النباتية هنا أيضا صورة توضح عملية الانقسام under light microscope طبعا هذه الصور حقيقية وليست تخطيطية أيضا تشوفون هذه الميتافيس هذه الانفيس هذه البروفيس هذه الانترفيس زين وإلى آخره من شنو مراحل الانقسام السيل سايكل كنترول سيستم انه الخلية عندها فد نظام مسؤول عن عملية الانقسام بشكل مختصر جدا 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 انه تاخذ اشارات من تاخذها من البلازما ممبرين يعني تجيها اشارة من خارج الخلية تحفزها على شنو تحفزها على عملية الانقسام طبعا الانقسام يخضع عليه شنو جينات مسؤولة تجي هذه الاشارات بحيث تفتح الانقسام او تغلق الانقسام زين شلون السويتش مالت الكهرباء هالشكل فهذه الاشارات تجي من البلازما ممبرين وين تروح على الجينات جينات معينه تدعى هذه الجينات called proto oncogenes هذه stimulate the cell cycle تحفز على عمليه الانقسام and other gene tumor suppressor gene هذه شو تسوي inhibit the cell cycle تثبط عمليه الانقسام حسب الاشارات تجي من خارج الخليه Some external signals such as hormones and growth factor هذه الإشارات الخارجية إنه يا أما تكون على شكل هرمونات أو تكون على شكل عوامل نمو can stimulate a cell to go through the cell cycle example hormone progesterone stimulates cells lining the uterus to prepare the lining of the for implantation of the fertilized egg إذن هرمون البروجستيرون هو يحفز بطانة الرحم على البناء البطانة حتى يحضرها لزراعة البيضة المخصبة وأيضا الإبيديرمال جروث فاكتور عامل النمو الموجود في طبقة الأدم للجلد استيمولات سكن يحفز الجلد in the vicinity of injury في يعني إصلاح الخلل أو الجرح اللي موجود بالسكن to finish لإيقاف السيل سايكل حتى يتيح repairing damage لإتاحة عملية إصلاح الخلل الموجود اللي يحدث بالسكن